يسأل شيخ صالح ويقول: امرأة قامت بأكل اليوم الأول من رمضان، أي اليوم الذي يأتي بعد ليلة الشهر، وذلك لعدم علمها بأن هذا اليوم هو أول أيام الصيام، وبعد منتصف النهار علمت بأن الجميع صائم، فأكملت إفطارها وقالت بأنها ستعوض هذا اليوم الذي أفطرت فيه، أي أنها تجهل عقوبة الأكل المتعمد لرمضان. ونحن نعلم أن العقوبة هي صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي أفطرت فيه أو إطعام 60 مسكينا، وقد مر على هذا عامان كاملان، حيث أنها صامت ذلك اليوم، فهل يجب عليها القضاء أم الكفارة نظرا لظروف صحية هي تمر بها الآن؟ جزاكم الله خيرا. ولا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، وإذا كانت الكفارة بالنقد فما مقدار ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. فإن يوم الشك لا يجوز صيامه، وإذا ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإن المسلم يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم بعد رمضان، وليس عليه كفارة في ذلك. هذه المرأة ليس عليها كفارة، وإنما عليها قضاء اليوم، والحمد لله. نعم.